اشتق اسمه من اسم إله المعجزات في الأساطير ليناسب أقوى المعادن على الأرض، شكل عصب الصناعات المستقبلية ووقود الحروب الاقتصادية بين الدول العظمى. احتكره الاتحاد السوفيتي قديماً، واليوم يتنافس عليه أباطرة الاقتصاد والصناعة في العالم. أحدث ثورة في صناعة السيارات والطيارات والغواصات. روسيا والصين تتصدران إنتاجه، وأمريكا تدافع عن أوكرانيا طمعاً به، والسعودية بدأت مشروعاً هو الأول في الشرق الأوسط اعتماداً عليه، وفي صحار بعمان له قصة شيقة. إنه تيتانيوم، جسر العبور نحو المستقبل. عنصر كيميائي يحمل الرقم 42 في الجدول الدوري، ومن أكثر 9 معادن وفرة في القشرة الأرضية. فلز متميز ذو لون أبيض فضي وأحياناً رمادي لماع، خفيف الوزن، صلب القوام، عظيم المقاومة للتآكل والصدا والصدمات، أقوى من البلاتين في إحدى خواصه، ويشبه في خواص أخرى السيليسيوم من ناحية خفته. بالمقارنة مع الحديد هو أكثر صلابة من الألمونيوم بنحو 12 مرة. لديه قدرة كبيرة على تحمل درجات حرارة تفوق 600 درجة مئوية، ويحتفظ بتماسكه وقوته عند درجات حرارة تبلغ 500 درجة مئوية. يكون التيتانيوم عادة ممتزجاً ببعض الأشكال الأخرى كاللورتيل والألمينيت في رمال الشواطئ. اكتشف المعدن على يد العالم الجيولوجي ويليام غريغور عام 1791 داخل تشكيلة من المعادن في مقاطعة كورنوال البريطانية. وبعد إجراء بعض التجارب تبين وجود عنصر معدني جديد، تم إرسال المعدن إلى الجمعية الملكية الجيولوجية في كورنوال، إضافة إلى مجلة علمية ألمانية متخصصة في الكيمياء لدراسة واستكشاف هذا المعدن الوليد. استمرت الأبحاث العلمية والكيميائية والفيزيائية على العنصر الجديد 4 سنوات قبل أن يتمكن مارتن كلابروت من اكتشاف المعدن بشكل رسمي، واختار له اسم تيتانيوم نسبة إلى تيتان إله الأساطير عند الإغريق قديماً، في إشارة إلى أن هذا العنصر الجديد قادر على صناعة المعجزات. لكنه مع ذلك ظل أسير المختبرات المعملية حتى عام 1932 حين بدأ إنتاجه بشكل عملي لاستخدامه في المجالات الحياتية. الاتحاد السوفيتي كان الأسبق إلى توظيف هذا المعدن الجديد لخدمة أهدافه الصناعية، حيث كثف السوفييت من استخدام التيتانيوم في التطبيقات العسكرية، فوظفوه في صناعة الغواصات النووية مثل غواصات المشروع 705 ليرة وغواصة كي 278 كومسومولتس. وفي المقابل حذت الولايات المتحدة حذو السوفييت في هذا المسار، خاصة في ظل احتدام الحرب الباردة بين القطبين. وبالفعل استطاعت أمريكا وضع التيتانيوم ضمن المعادن الاستراتيجية التي أولتها أهمية كبيرة رغم ضآلة إنتاجه في ذلك الوقت، خاصة مع هيمنة الشركات السوفيتية على سوقه، إذ كانت شركة فيسيمبو أفيسما الروسية آنذاك أكبر منتج للتيتانيوم، إذ بلغ إنتاجها 29% من الإنتاج العالمي. وقود التنافس العالمي. 6 دول تمتلك النصيب الأكبر من الإنتاج العالمي للتيتانيوم، تتصدرها الصين بحجم إنتاج بلغ 100,000 طن متري، يتم استخراجها من 108 مناجم موزعة في 21 مقاطعة أبرزها مقاطعة سيتشوان. في المرتبة الثانية تأتي روسيا بإنتاج يصل إلى 45,000 طن متري، يتم استخراج الكمية الأكبر منه في 3 مناجم فقط، هي منجم بودودجسكي ومنجم روشار ومنجم يوغوفوستوشنا. وأعلنت موسكو عام 2010 وادي التيتانيوم في سيفردلوفوسك أوبلاست، وهي منطقة اقتصادية تركز على صناعة منتجات التيتانيوم برئاسة الشركة الروسية فيسيمبو أفيسما، أكبر منتج للتيتانيوم في العالم. أما اليابان فتحتل المركز الثالث بواقع 40,000 طن متري، ويعد منجم كاباساوا أكبر المناجم المنتجة لهذا المعدن في اليابان. وتأتي كازاخستان في المرتبة الرابعة، بينما حصلت أوكرانيا على المرتبة الخامسة ضمن الدول الكبرى في إنتاج التيتانيوم. وبذكر الدول الكبرى، فإن العقدين الماضيين شهدا سعيا مكثفا للتنقيب عن التيتانيوم حول العالم،
في دول مثل الهند وكندا وجنوب إفريقيا وماليزيا، وذلك بعد النتائج التي توصلت إليها الأبحاث عن أهمية هذا المعدن وقيمته في الصناعات الحيوية التي ترتكز عليها القوى الكبرى في حربها الاقتصادية، حيث يعتبر التيتانيوم الوقود الخفي الذي يشعل صراع الولايات المتحدة والصين، كونهما طرفي الحرب الاقتصادية الأكثر حضوراً على الساحة العالمية، إذ تسعى كل منهما للحصول على نصيب الأسد منه، خاصة بعد أن أصبح هذا المعدن النفيس عصب الصناعات المستقبلية الاستراتيجية. وفي عام 2009 نشرت تقارير عن مساع يابانية للبحث عن هذا المعدن على سطح القمر، وبالفعل كان المسبار الياباني كاغويا قد أثبت وجود التيتانيوم في عينات تم أخذها من سطح القمر. مشاريع فريدة من نوعها. في فبراير 2023 أعلنت السعودية أنها بدأت خطواتها الأولى في تفعيل إنتاج التيتانيوم، وذلك بتوقيع اتفاقية بين شركة سعودية مع شركة بوينغ العالمية من أجل تعزيز استخدام هذا المعدن في مجال الطيران بالمملكة. وبذلك باتت السعودية هي الوحيدة في الشرق الأوسط المصنعة لمادة التيتانيوم الإسفنجي الذي يدخل في صناعة الطائرات والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية. ومن السعودية إلى صحار في عمان، حيث احتفلت شركة صحار تيتانيوم وهي إحدى أكبر شركات مجموعة تنمية معادن عمان، احتفلت عام 2022 بوضع حجر الأساس لمشروعها المتكامل لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمنطقة الحرة بصحار، وذلك على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية بلغت 150 ألف طن سنوياً، وبتكلفة إجمالية بلغت 43 مليون ريال عماني. طبعاً فإن معدناً بهذا الصيت وبهذه المكانة لابد وأنه يمتلك خواص وميزات عالية، وهو بالفعل ما يمتلكه التيتانيوم، حيث تتعدد استخداماته، إذ يدخل في الصناعات الكيميائية الهندسية والطبية والعسكرية وغيرها، وهو اليوم عنصر أساسي في منتجات تشكل عصب الحياة لملايين البشر. ويتميز ثاني أكسيد التيتانيوم بخصائص كيميائية، إذ يعتبر مقاوماً للآثار المترتبة عن أشعة الشمس، ولديه القدرة على مقاومة درجات الحرارة العالية والتعامل مع الظروف المناخية البحرية. أيضاً من المجالات المهمة التي يستخدم فيها التيتانيوم الحصول على عدة أنواع من السبائك الصلبة. كذلك فإنه خلال السنوات الأخيرة فرض التيتانيوم نفسه كأحد المقومات الأساسية في تركيب المنشآت الصناعية، كما يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات، خاصة تصميم الخواتم المصنوعة من التيتانيوم النقي. كذلك استخدم التيتانيوم في سك النقود عام 1999 في منطقة جبل طارق احتفالاً بقدوم الألفية. برزت أهمية هذا المعدن أيضاً في الصناعات الطبية مثل صناعة الأدوات الجراحية وزراعة العظام والمفاصل الاصطناعية وغيرها. ويشكل هذا المعدن عصب الصناعات المستقبلية مثل الطيران والملاحة وصناعة السيارات والمركبات الفضائية وغيرها، حتى أنه يلقب اليوم بجسر العبور نحو المستقبل، حيث يدخل التيتانيوم في صناعة هياكل الطائرات والغواصات. ومنذ عام 2016 بدأ المطورون بصناعة سيارات كاملة من التيتانيوم، إذ مكنتهم خواصه من أن تكون تلك السيارات بمواصفات أكثر قوة وثباتاً. أيضاً أثبت التيتانيوم نفسه في مجال الإنشاءات المعمارية والفنية، حيث دخل في صناعة المعالم الشهيرة كنصب رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في موسكو، ومتحف غوغنهايم بيلباو المكسو بألواح من التيتانيوم في أمريكا الشمالية. هكذا شكل هذا المعدن معجزة بكل معنى الكلمة في شتى الصناعات، فمن القمر إلى باطن الأرض وجوفها ظهر ليشكل حقاً جسر عبور حقيقي للبشر نحو المستقبل.